تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين نشتغل حاجة اسمها ديستريبيوتد براج ريفليكتور. الديستريبيوتد براج ريفليكتور ببساطة جدا، انت عندك ويف جايد بالمنظر ده، الانبوت بتاعك، ويبقى عندك جريتنج، دي بيسموها الجامد ويسموها بيريود، وعندك الويف الويتس بتاعك الدلتا دبليو، الفرق ما بين الويتس بتاع الويف جايد الاساسي اللي هو الانبوت ويف جايد والجريتنج، فيبقى في فرق ما بينهم دلتا دبليو. الاولاني ده اللي احنا هنشتغل عليه هو السنجل مود براج ريفليكتور، او براج بيسموه الويتس ويتس موديليشن. في طريقه تانية هنتكلم برضو عليها اللي هو المالتي مود، او اللي هيبقى عندك اكتر من مود ممكن تسبورتي، مود هتبقى معقده شويه بس هنتكلم عليها كمان شويه. الشكل السيركتس العملي بتاخد المنظر ده. في الاول بيبقى نستخدم حاجه اسمها الفيرتيكال جريتنج كابلر عشان الانبوت بتاعك هيبقى الضوء كده، وبعد يحصل كابلنج هنا في الفرنش ده، خش على الجريتنج نفسه هيحصل جزء انه هيترانسميت وريفليكشن، في باند هتحصل لها ريجكشن، يعني انت لما تشوف الاوتبوت ده في الترانسميشن هتلاقي الانبوت بتاعك في جزء كده ما حصلوش ان هو عدى الناحيه الثانيه. لو انت هتشوفي ريفليكتد في الباند دي عشان تقابلي تقدر تقريه، فلازم تقريه باستخدام اي ديتكتور، فبنستخدم برضو فيرتيكال جريتنج كابلر بس للعكس. هنشرح دلوقتي بالظبط بالتفصيل في الفيرتيكال جريتنج كابلر ازاي تتحكمي في الانجل سيتا اللي سواء هي انورد ولا ابورد، وازاي تقول ممكن انجل سيتا دي تبقى بانجل معينه، ممكن تبقى 5 ديجري 10 ديجري واتيفر رقم الديجريز بتاعتك، يعني تبقى عامله ازاي. ده الشكل العام بتاع حاجة باستخدام السم بتاعها، يعني ده شكل جريتنج عمليا، ودي شكل سيركتس كانت اوريدي ازاي بيقيسوها في المعامل، يعني بيحط حاجة هنا سبورتها بحيث انها تمسكها زي هولدر يعني، وادي الانبوت بيبقى من كابل فايبر والاوتبوت بيبقى على الديكتور، وساعات بيستخدموا الري من اوبتيكال فايبر للديتكشن بتاعها. يعني ده شكل عام من الحاجة اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى انا عايز افهم كل تفصيله بالمعادلات اللي بيحصل هنا، الفيرتيكال جريتنج كابلر والديستريبيوتد جريتد اللي هو الجريتنج ده نفسه براج جريتنج، وازاي هنقدر نقيس الترانسميشن والريفليكشن او الترانسميستيفيتي والريفلكتيفيتي من بالايكويشنز بتاعتنا. يعني رقم واحد هنشرح باناليتيكال فورمز، يعني المعادلات سواء الجزء الاول هنتاكد على الاورثوجناليتي باستخدام حاجه اسمها لورانس ريسبروسيتي. رقم اتنين هنبدا نشرح حاجه اسمها الكابل ديموت ثيوري على النانوفوتونكس، يعني باستخدام اللي هو 2 دي ويف جايدز. الحاجه الثالثه هنشرح اللوميريكال سيركت بالنوميريكال، وازاي تحسب الترانسميستيف ريفلكتيفيتي عن طريق اللوميريكال. هيبقى في فرق كبير طبعا، لان هنا معاملات انكسار الدلتا ان كبيره، ففي الحاله دي ما بتنفعش الكابل ديموت ثيوري. الفرق ما بين الكلادينج والكور بتاع السيليكون فوتونكس بيبقى في ان اوردر اوف تو، فبالتالي في الحاله دي القابل ديموثير ما تنفعش، فالاوقع انك تستخدم فاينايت ديفرنس تايم دومين باللوميريكال او حاجه زي كده. وبرضه هنستخدم الحاجه الرابعه، هيبقى في عندنا معادلات ممكن نعملها بالماتلاب عشان احسب الريفلكتيف كيرف. الريفلكتيف كيرف هتبقى حاجه بالشكل ده، لو انت واخد منها سكوير، لو دي سكوير ويف او بيبقى جريتنج عباره عن سكوير، والترانسميستيفيتي طبعا هتبقى العكس بتاعها، هناخدها بلون مختلف مثلا تبقى حاجه بالمنظر ده، يعني هنا ماكسيمم وبعد كده بيقل وبعد كده بيطلع تاني الماكسيمم بتاعه، ده التي والتاني ده اللي هو الاسود ده الار. ازاي تعمل مود تعمل كود بالماتلاب تقدر تحسب بالريفلكتيف عن طريق الايكويشنز اللي هتطلع لنا خلال الشرح. يعني طيب الاول حاجه لازم نفهم الاورثوجوناليتي. الاورثوجوناليتي في المود بيستخدم حاجه اسمها لورانس ريسبروسيتي، ان كل المود اللي بتمشي خلال الويف جايد لازم تكون اورثوجونال، او بالاحرى هي اورثو نورمال. لو احنا عندنا ويف جايد ناخد الاول شكل الويف جايد اللي احنا بنستخدمه براكتيكالي، بيبقى حاجه بالمنظر ده، بيبقى عندك سبستريت بيبقى سيليكون سبستريت، وده الطول بتاعه بقى تقريبا في حدود 750 مايكرومتر، وده بيختلف من شركه للتانيه. بعدين بتبقى عندك حاجة اسمها البوكس، دي بتبقى SiO2 سيليكون دايوكسيد، وبعدين بتحط فوقها بترصف فوقها الكور بتاع السيليكون بتاعك، يبقى ده سيليكون،
والكلادنج بتاعتك اللي ممكن تستخدمه ممكن يكون اير، ممكن يكون سيليكون دايوكسيد، او ممكن يكون الماتيريال اللي انت عايز تعملها سينسنج لو انت تستخدم سينسنج. فانت لو شفتها 3D هتبقى حاجة بالمنظر ده كده. وبعدين الجزء اللي تحت ده تمام، انا واخد بس مقطع عرضي. العرض بتاع السلاب اللي فوق ديت ده بيسموه ريب اوف جايد، ريب عشان في سلاب لفوق كده، فالريب العرض بتاعها ده هو الدبليو، الطول بتاعها الاتش، وتقريبا معظم الشركات بتبقى عندها الاتش دي ستاندر عند 220 نانو. الاتش سمول دي مهمه جدا، لان عن طريقها انت احنا بنحسب لو انت عملت علاقه مثلا ما بين الاتش اللي هي السمول دي اللي هي السلاب او الستريب، دي بتخلي في فرق ما بين الريب والسلاب اوف جايد. لو انت عملت علاقه ما بين الاتش والدبليو هتلاقي ان في عندك هنا في المنطقه دي سنجل مود اهو، فكل اللي هنا ده في المنطقه دي الاريا دي سنجل مود. يعني انت لو خدت الاتش بتاعتك ب 4 نانو 4 مايكرومتر مثلا، فانت ديفينتلي هيبقى عندك سنجل مود. طب انت لو قللت الاتش خالص يعني خليت ديت تبقى ما بين الكور لازق على طول في الكلادنج، في الحاله دي انت ممكن يكون عندك مالتي مود ريجن. يعني كل ما الاتش قلت كل ما غيرت في الويتس بتاعك، وبرضو الويتس الدبليو لها عامل كبير جدا، لان لو الكور بتاعك ده زاد بيسبورت اكتر من مود زي ما قلنا قبل كده في شرح بشرحكم في السلاب اوف جايد، وتفترض ان انت عندك نفق، والنفق ده بيعدي منه المودس دي العربيات بتعدي من النفق ده. فانت لو عدد النفق بتاعك صغير ما يقدرش يعدي عربيات نقل، ممكن يعدي عربيات ملاكي مثلا، عربيات الملاكي دي الفاندمنتال مود، الفيرست اوردر مود، السكند اوردر، وهكذا. انما لو انت عندك العرض بتاع النفق ده كبير يعدي كل انواع المودز اللي ممكن تبقى عندك يعني. فكل ما الدبليو زادت كل ما انت سبورت اكتر مالتي مود في الحاله دي. عشان نعرف او نحسب الارثوجوناليتي بنستخدم حاجه اسمها لورانس ريسيبروسيتي. ببساطه جدا انت لو افترضنا في الحاله بتاعتنا دي ان انت عندك تو مود، المود الاولاني او السيت اوف مودز، يعني السيت الاولانيه هتبقى H1E1، فممكن تعبر عنها انها امبليتيودو فيز زي ما احنا خدنا لما كنت بشرح لكم في السلاب اوف جايد. ده بيتحل بالمود سولفر، فانت ممكن تعرف شكل الديستريبيوشن بتاعك اللونج اكس. لو احنا افترضنا ان ده اتجاه الاكس مثلا وده اتجاه الواي والبروبوجيشن اللونج زد، فالديستريبيوشن اللونج اكس وواي انت ممكن تعبر عنه بشكل المود اللي هو المود بروفايل اللي بتحله من المود سولفر. اوكي، التغير اللونج زد ممكن تعتبره انه فيز اي او سي جي بيتا زد، او والتايم طبعا اي او سي جي اوميجا تي. لو انت ماشي فورورد فبتقول اي او سي ماينس جي بيتا زد، لو انت باكورد فانت بتقول اي او سي بوزيتيف بيتا زد. اوكي، المود الثاني اللي بيتحرك طبعا هيبقى له بيتا مختلفة عن الأولانية، وبرضه له شكل بروفايل للإلكتريك فيلد مختلف عن التاني، وله شكل ماجنتيك فيلد برضه، ده لهم ريليشن ما بينهم وبين بعض ممكن تحسب عن طريق المود سولفر. ببساطة لورانس ريسيبروسيتي سيرم بتقول إن أنت لو خدت الدايفيرجنس لحاصل ضرب الـ E1 بتاعت المود الأولاني كروس الـ H2 بتاعت المود التاني، طرحت منها الـ E2 الإلكتريك فيلد بتاع المود التاني في أو كروس الـ H1 لابد إن يساوي صفر. ده عشان تحقق شرط الأرثوجوناليتي. طيب إيه إثباتها؟ إثباتها بسيط جدا يعني. من ماكس الإكويشن إحنا كنا إتكلمنا قبل كده، أي شغل في الفوتونكس أو الأوبتكس بتمشي بألجوريزم. رقم واحد بتعوض في ماكس الإكويشن للبروبلم بتاعتك دي. وبعدين بتجيب كيرل اوف كيرل عشان توصل لشكل معادله ديفرنشال فورم، سواء ايكويشن او في حاله الكابلنج هتحصل كابلد ايكويشنز، تعوض بالبروبلم بتاعتك بالباوندري كونديشن عشان تحصل على شكل التغيرات للمجالات، وفي الاخر خالص بترسم وتجيب الباور بتاعتك او الانتنستي اللي انت عايز تشوفها. نفس القصه هنا، انت هنا هتقول ايه، انا عندي كيرل اوف E1 ايكوال تو ماينس جي اوميجا ميو نود H1. نحن خدنا التغير، اي تغير بالنسبه للتايم هيبقى جي اوميجا تي، جي اوميجا في نفس الحاجه. يعني انت بتقول لو انت هتجيب تغير للتايم للمجال للمود الاولاني او سيت اوف مود الاولانيه هي نفس الحاجه مضروب جي اوميجا، واحنا شرحناها المره اللي فاتت. واضحه بالنسبه لكم ولا اقولها تاني ببساطه؟ لو انت قلت ان الاي 1 ايكوال تو
اي 1 كامبليتيود مثلا، مثلا داش مثلا في اس جي اوميجا تي ماينس بيتا زد. لو جيت فضلت دي عايز تجيب التفاضل بتاعها بالنسبه للتايم، بارشل باي بارشل تي الاي 1 هي عباره عن ايه؟ اي 1 مش بتتغير مع الزمن، فتبقى زي ما هي. ده اللي بيتغير مع الزمن، اي حاجه في الاكسبوننت ما تغير مع الزمن، يبقى الاكسبون جي اوميجا او ماينس جي اوميجا عشان في ماينس بره، اي اس ماينس جي اوميجا بقيت الحاجه دي كلها، صح كده؟ فانا ممكن اقول ايه؟ انها بتساوي ماينس جي اوميجا في اي 1 داش اللي هي ديت اي اس ماينس جي اوميجا تي ماينس بيتا زد، صح؟ دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاي 1 نفسها. فكما لو اني بقول بارشل باي بارشل تي للاي 1 هي ايكوال تو ماينس جي اوميجا في الاي 1، صح كده؟ بس كده. لو قلنا بارشل باي بارشل زد نفس القصه بالملي، تغير بالنسبه لزد تبقى بدل ما هي ماينس جي اوميجا هتبقى ماينس ماينس بوزيتيف، يبقى جي بيتا زد، جي بيتا في الاي 1. اذا اي تغير بالنسبه للزد تضرب في جي بيتا، واي تغير بالنسبه للتايم تضرب في جي اوميجا. تمام، نمسح الكلام ده عشان كيرل اوف اي 1 اي 1 ايكوال تو ماينس بارشل باي بارشل تي للاتش 1 او ميو نود في بارشل باي بارشل تي للاتش 1. بارشل باي بارشل تي احنا قلنا اتكلمنا ان هي هتبقى ايه؟ جي اوميجا. اوكي، هيبقى عندك ادي المعادله الاولانيه. لو انت جبت كيرل اوف اتش 2 هي بتساوي ايه؟ جي اوميجا ايبسلون اي 2. عارفين دي كانت اصلها ازاي؟ كان كيرل ماكسيمال ايكويشن كيرل اوف اي ايكوال تو partial by partial t minus partial by partial t للb. الb هي عبارة بتساوي ايه؟ ميو في h. عوض هنا، ميو دي عبارة عن ميو نوت في ميو r. احنا بنفترض ان الماتيريال بتاعتك نون ماجنتيك، فبالتالي ميو r بواحد، فلما تعوض هنا يبقى ال curl of e equal to minus ميو نوت partial h by partial t. واحنا واخدين ان التغير بتاعك امبليتيود وفيس، فبالتالي اي تغير في الفيس بتاعك يبقى عباره عن جي اوميجا، يبقى ماينس جي اوميجا ميو نود اتش وات ايفر الاي دي هي اي 1 او اي 2 ودي اتش 1 او اتش 2. تعوض بها. اوكي، طيب المعادله ماكسويل اللي هي رقم 4 لو تفتكروا، كنا بنقول كيرل اوف اتش ايكوال تو ايه؟ جي اللي هو دي كارنت دينستي بلس بارشال دي باي بارشال تي. احنا بنفترض ان الوسط بتاعك ده هو مفيش فيه سورس كارنت سورس، فبالتالي الكارنت بيساوي زيرو بلس بارشل باي بارشل تي للدي. الدي اللي هو بتساوي ابسلون في اي، ابسلون دي اللي عباره عن ابسلون نوت في ابسلون ار في الاي. اوكي، فلما تيجي تعوض هنا انت افترضت انت عندك في الفري سبيس، فبالتالي ابسلون ار بتاعتك بواحد، فتبقى ابسلون نوت اي، فيبقى عندك ابسلون نوت اي. يبقى هنا هتساوي البارشل باي بارشل تي هي ماينس جي اوميجا، يبقى ماينس جي اوميجا ابسلون نود في اي اللي هي ديت، وات ايفر برضه الاي هي اي 1 او اي 2. وصلتكم يا شباب؟ طيب تمام، دي بيزكس يعني المفروض انتوا حفظتوها يعني، بس انا بفكركم بس بيها عشان اللي ناسي منها ولا حاجه يعني. نكمل. فبالتالي انت لو خدت كيرل اوف اي 1 از ايكوال تو ماينس جي اوميجا مي نود اتش 1، كيرل اوف اتش 2 هي جي اوميجا ايبسلون اي 2، ونفس القصه بالنسبه للاي 2، كيرل اوف اي 2 هي ماينس جي اوميجا مي نود اتش 2، كيرل اوف اتش 1 هي جي اوميجا ايبسلون اي 1. اوكي، ناخد المعادله بعدها. طيب من المعادلتين دولت لو انا ضربت المعادله الاولانيه في اتش 2 ببساطه يعني، وضربت المعادله الثانيه في اي 1 وطرحتهم من بعض، ونفس القصة بالنسبة للجانب التاني ده، ضربت المعادلة الأولى في H1 وضربت المعادلة التانية في E1 وطرحتهم من بعض، لاحظ إن الجانب اليمين ده هيبقى عبارة عن H2
كيرل اوف اي 1 ماينس اي 1 دوت دي دوت برودكت. على فكره ناخد بالنا، خلي بالكوا احنا شغالين متجهات، فلازم ناخد الدوت برودكت بشكل متعمق. يعني كيرل اوف اتش 2 هيساوي الناحيه الثانيه الجانب الشمال، ممكن ناخد ماينس جي اوميجا مشترك، يبقى عندي مينود اتش 1 في اتش 2 بلس اي ايبسلون في اي 1 دوت اي 2. اوكي، الناحيه الثانيه نفس القصه، يعني نفس الخطوه بالظبط. يعني في عندي في جبر المتجهات لما يكون عندي دايفيرجنس لحاجتين مضروبين كروس برودكت مع بعض، يعني اقول دايفيرجنس اوف حاجه كروس حاجه، ممكن افك ده ان انا يعني اقول بي دوت كيرل اوف اف اي ماينس اي دوت كيرل اوف بي، هعمل نفس الكلام بالظبط. فلو اقول دايفيرجنس اوف اي 1، وعلى فكره ده اللي اثبتنا منه، جبنا الاس البوينتنج فيكتور لو تفتكروا، نفس الخطوات. يعني دايفيرجنس اوف اي 1 كروس اي 2 اعوض، يبقى هو عباره عن ايه؟ ماينس جي اوميجا مين ود اتش 1 دوت اتش 2 بلس ايبسلون اي 1 دوت اتش 2. ما ده هو نفس ده بالظبط اهو. لو خدت بالكم هنا البي هي الاتش 1 اتش 2، وهنا كيرل، ودي هتبقى اي 1، وهنا الاي هي اي 1، وهنا كيرل اوف بي اللي هي اتش 2 بيساوي جانب ده الجزء ده، يبقى ده احطه، وده اللي هي بتساوي ده، يبقى دايفيرجنس اوف اي 1 كروس اتش 2. مظبوط، انا عوضت بس ان ده هو ده، فبالتالي يبقى دايفيرجنس اوف اي كروس بي اللي هي اي 1 كروس اتش 2 تمام هيساوي ده. ونفس القصه بالنسبه للجزء الثاني ده، هيديك حاجه بالشكل ده. لو انت طرحت الاثنين دول من بعض وخدت الدايفيرجنس مشترك ما بينهم، ده هيبقى مطروح منه ده، والاثنين زي بعض بالظبط، هيبقى بيساوي صفر. يبقى اثبتنا لورانتز ريسيبروسيتي ولا لا؟ ده ما يتحققش لو انت عوضت، الا لابد ان الاثنين يكونوا اورثوجونال. بس هوريكم حاجه بس مع هنوصلها دلوقتي حالا. يعني لو انت بتاخد ان النبله ديت هي عباره عن جزئين، انتوا فاكرين النبله كانت بتساوي ايه؟ بارشال باي بارشال اكس في اتجاه الاي اكس بلس بارشال باي بارشال 2 اي، انا اسف، بارشال بارشال واي في اتجاه الاي واي بلس بارشال باي بارشال زد في اتجاه الاي زد. اوكي، ممكن اخد الاكس والواي دوت اسميهم ترانسفيرس، فكانهم ايه؟ بول نبله تي بلس الاي في اتجاه الزد، هقول اي زد في الاي بارشل باي بارشل زد، ده لوحده. ليه؟ لان ده مختلف، فبالتالي ممكن اقول ايه؟ ان جريدينت او دايفرجنس النبله دي دوت الجزء اللي احنا حليناه، يعني هعوض هنا عن الاي 1 بالكم بتاعتها اللي هي اي 1 اوف اكس واي مضروب اي اس جي اوميجا ماينس بيتا 1 زد، صح كده؟ لان دي في المود الاولاني. والاتش 2 هتبقى عباره عن ايه؟ اتش 2 اوف اكس واي في الاي اس جي اوميجا تي ماينس بيتا 2 زد. فلما تيجي تعوض بيها هنا وتاخد الاكسبوننت مشترك، فيديك الجزء اللي جوه ده والاكسبوننت 2 اوميجا تي ماينس بيتا 1 زي بيتا 2 زد. اوكي، المفروض ان ده بيساوي ايه من لورانس ريسيبروسيتي ديك؟ ان الجزء ده بيساوي صفر. تمام، فلما تيجي تعوض، فالمفروض ان ده الناحيه الثانيه لما تيجي التفاضل بالنسبه لزد، ده كل ده هيطلع زي ما هو، مفيش فيه اي تغير، لان ده تغير مع الاكس والواي بس. فين الداله اللي تغير مع الزد؟ اللي هو الاكسبونشال فانكشن دي. فلما تيجي تحسب لها التفاضل بتاعها، الاكسبوننت اللي بيتغير مع الزد مضروب في نفس الحاجه نفسها اللي هي جي بيتا 1 بلس بيتا 2 وبالاشاره سالب. فلما تاخدها الناحيه الثانيه في اشاره موجبه مضروبه في نفس الحاجه، صح كده؟ فصلناهم عن بعض بس. اوكي، فبالتالي خلي بالك ان الاوبريتور اللي هو الترانسفيرس مش هيشتغل غير مع الاكس والواي بس، مع تغير في الاكس والواي، الاكسبوننت هيبقى زي ما هو في الناحيتين. فانت ممكن تطير الاكسبوننت من الناحيه دي والناحيه دي، هيطير في الناحيه ديت والناحيه اليمين والناحيه الشمال، هيبقى لك في النهايه الشكل اللي انت شايفه ده، دايفرجنس اوف حاجه او دايفرجنس بتاعت حاجه معينه، والناحيه الثانيه جي بيتا 1 بلس بيتا 2 في الحاجه دي. ده مش يفكرك بحاجه، يفكرك بحاجه في درسناها برضه ستروف الكترومغناطيكس وفي جبر المتجهات اللي هي جاوس ثيوري. لما يكون يبقى عندك
التكامل بتاع، انا حتى كاتبها هنا، نرجع لها بس عشان خاطر تبقى النظريه بنشرحها بالظبط. لما كان يبقى عندك دايفرجنس بتاعت حاجه وبتكاملها مع الفوليوم، كانت بتريديوس التكامل ده لسيرفس انتجرال، من فوليوم انتجرال لسيرفس انتجرال. هنا خلي بالك ده 3 دي، لما يكون فوليوم بيريديوس لي سيرفس. طب انت لو واخده مع السيرفس يريديوس لي للاين، فبالتالي ده جمالها في حته دي. دايفرجنس الحاجه متغيره هنا، دول هيتغير مع الاكس والواي، فده سيرفس، فلما تحولها تحول لك الايه، تكامل مع اللاين، فتحولت عملت ريديوسنج للانتجرال ده للاين انتجرال. اوكي، فالجانب الشمال ده هيقول لحاجه بالمنظر ده، دايفرجنس مع ترانسفيرس للحاجه دي هيقول الناحيه الثانيه جي بيتا 1 بلس بيتا 2 زد في التكامل، يعني انت كملت الطرفين بالنسبه للاكس الواي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. الجزء ده هيتحول للاين انتجرال اهوت، ولابد ان اللاين انتجرال ده بيساوي صفر لانه كلوزد فورم. ليه؟ لان انت المود بتاعك لو احنا جينا شفناه بيبقى في منطقه الكور بس، منطقه الكلادنج اللي حواليه دي لو انت عملت اكستنشن للانفينيتي وبلس انفينيتي هتبقى بتساوي صفر، فبالتالي لابد ان الجزء الشمال ده بيساوي صفر، فده معناه ان الجزء اليمين الاخر بيساوي زيرو. طبعا البيتا 1 والبيتا 2 ما بتساويش صفر، يبقى لابد ان الجزئين ده هو اللي بيساوي زيرو. لو انت بتقول حاجه بلس حاجه بتساوي صفر، معلش ناخدها واحده واحده حتى يعني. لو احنا خدنا ان افترضنا ان هو كاونتر بروباجيشن، كو بروباجيشن وكاونتر بروباجيشن، كو بروباجيشن ان هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، دي البيتا 1 وكمان البيتا 1 البيتا 2 في نفس الاتجاه. كاونتر بروباجيشن ان واحده في اتجاه البوزيتيف زد يبقى البيتا 1، واحده في اتجاه النيجاتيف زد اللي هي البيتا 2. اللي هيبقى الفرق عندك الوحيد في اشاره البيتا، فبالتالي الاشاره لما تيجي تشوفها هتلاقي ان الاثنين الاشاره ما بينهم سالب. اوكي، نعملها حتى بايديك كده هتلاقيها الاشاره ما فيش مشكله، نفس اللي احنا طلعناه مره فاتت. طيب في حاله الكاونتر بروباجيشن هيبقى في اختلاف في الاشاره، واختلاف الاشاره هنا يخلي بالك في حاجه، انت بتقول اي كروس اتش تديك الاس فيكتور او البوينتنج فيكتور او الكي فيكتور يعني، فكمان لما تغير اتجاه البوينتنج فيكتور في الاتجاه الثاني لابد ان الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد كمان هيتغير الاتجاه بتاعه، فاشارته كمان هتتغير، فيغير لك الاشاره دي تبقى موجب. وجربها حتى لو بايديك كده مع نفسك كده هتلاقيها الكلام ده مظبوط جدا، لابد ان هيتغير، فبالتالي الاشاره اللي جوه دي هتبقى متغيره يعني. فانتم ملاحظين حاجه، حاجه زائد حاجه بتساوي صفر، وحاجه ناقص حاجه بتساوي صفر. لو احنا قلنا ايه، ما هي دي زي شبه ايه، لما اقول لك ايه، لو افترضنا ان ده ايه، الترم ده كله ايه والترم ده كله بي، ايه بلس بي بيساوي زيرو، والمعادله اللي قبلها كانت الترم ده كله ايه ماينس بي بيساوي صفر. ايه الحاجه اللي جمعت ايه الرقمين او الشيئين اللي لو جمعتهم زي ما تطرحهم يديك زيرو؟ لابد ان الاثنين بيساوي صفر، ده رياضيا لابد ان الاثنين بيساوي صفر، فده معناه ان لابد ان الترم ده بيساوي زيرو والترم ده بيساوي زيرو، وهو ده جمال الاورثوجوناليتي. ده معناه ان لابد ان الكروس برودكت تحت التكامل، التكامل بتاع الاي ام اوف اكس واي كروس اتش ان اوف اكس واي اللونج زد، ما احنا واخدينها اللونج زد دي اكس دي واي، لابد انه بيساوي زيرو. مش ده هو الباور؟ لو ضربت حاجه اي اس ام كروس اتش ام كونجيجيت يديك الباور، فبالتالي ده يحسب لك الباور كارد للمود المعين، وبالتالي ده لابد ان المود دي تبقى اورثوجونال على بعضها عشان يحصل لها جايدنج، يبقى ده شرط الاورثوجوناليتي. فلابد ان الام ما بتساويش الان. طب لو الام لو الام بتساوي الان يبقى التكامل ده سيجنيفيكانت، له قيمه، القيمه دي هي قيمه الباور بتاعتك دي، فبالتالي انت ممكن من هنا تحسب قيمه الباور بتاع اي مود ببساطه جدا، انك تجيب المود بتاعك اللي هو الاي فيلد كروس الاتش كونجكت بتاعه تضربه وتاخد الريال بارت بتاع التكامل بتاعك ده وتضربه في نص، هو ده اللي احنا جبناه من زمان، هو البوينتنج فيكتور لو تفتكره، وحساب الباور من البوينتنج فيكتور. طيب انا لو عايز اعمل نورماليزيشن للباور بتاعتنا، يعني لو انت خدت اي مود مليكن ام مود وضربته في الان كونجكت بتاعك هيساوي حاجه، الحاجه دي ممكن تقول هي افترضنا انه نورمالايزد، فالحاجه دي ممكن تكون بتساوي واحد او بتساوي صفر.
واحد ده معناه ان انا عامل الباور نورمالي تو 1، وزيرو لو حالة ان الام ما بتساويش ان. مفهومة؟ تمام. ناخد مثلا في حالة ديت، انا شرحت قبل كده لما في ال 2 دي ووف جايد عندك شكل مثلا زي الريب ووف جايد. الريب ووف جايد بيسبورت ان يبقى عندك تي اي لايك مود والتي ام لايك مود. تمام. احنا ناخد مثلا مثال وليكن زي التي اي لايك مود. في حالة التي لايك مود كان الالكتريك فيلد بتاعك او الالكتريك بيبقى عندك الاي اكس مركبة الاي اكس موجودة اكبر من الاي زد، والاي واي بتساوي صفر، والاتش بتاعتك الاي اكس الاتش اكس بتاعتها بزيرو، والاتش واي بتبقى اكبر من الاتش زد، وبالتالي عشان كده بيسميها التي اي لايك مود. تمام. ودي شرحناه قبل كده يعني. فبالتالي لما اخد نص الريال بارت للاي كروس اتش، الاي كروس اتش ممكن نجيبها من عن طريق، فاكرين انتوا كنا بنجيبها عن طريق اللي هو ده كروس برودكت، فكنا بنقول اي اكس اي واي اي زد، المركبه الاولانيه هي اي اكس وزيرو اي زد، والمركبه الثانيه الاتش كونجكت، فبالتالي يبقى زيرو اتش واي كونجكت اي زد كونجكت، وبالتالي هيساوي، احنا عايزين المركبه في اتجاه زد بس، لو تفتكروا احنا واخدين في اتجاه زد بس، ده الباور الونج زد، فلو انت حسبت الباور الونج اكس والونج واي هتطلع بتساوي زيرو باي ذا واي يعني، فانت بتاخد لان احنا فرضين اللي هي سيجناليتي يعني، فبالتالي تحسب منها العلاقه ديت، واحنا عارفين ان في علاقه ارض اصلا اوريدي ما بين الاي اكس والاتش واي، فاكرينها؟ افكركم بيها، لما كان عندك كروس للاي كيرل اوف اي كان بيساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش، فده لما تعوض بالمتجه اي ده اي اكس اي واي اي زد ده هيساوي اتش واي اتش اكس اي اتش اكس اتش واي اتش زد. فلو انت سويت الاتش واي بتاعتك هيطلع لك مع المركبه في اتجاه الواي الناحيه الثانيه هيطلع لك ماينس بيتا اوميجا ميو اي اكس اوف اكس واي، نعوض بيها هنا، فبالتالي هيطلع لك المعادله الجميله ديت ان نص ريال بارت اوف اي اكس دوت ماينس بيتا اوميجا ميو اي اكس كونجكت، لما تضرب متجه في نفس المتجه كونجكت كانك بتجيب الابسولوت بارت الابسولوت فاليو بتاعته، فالاي اكس ابسولوت سكوير، انت تقدر ريال بارت في الابسولوت فاليو بتاعها يعني، فبالتالي ده يطلع بره يبقى نص بيتا، البيتا اللي هي البروبوجيشن كونستانت اوميجا ميو، وبالتالي لو انت ده قيمة التكامل ده، يعني قيمة التكامل ده هي عبارة عن ايه؟ بيساوي المفروض لو انت عامل المرايز تو وان، فبالتالي لو قيمة التكامل ده بأي رقم تاني لابد انك تعمل نورماليزيشن فتضربه في رقم اتنين اوميجا ميو على الجذر بيتا ام بيتا ان، ما هو الريال بارت ده اللي هو الجزء ده صح؟ فبالتالي انت بتعمل هنا نورماليز للمود بتاعك. ولو التالي لو كانت الاكس بتاعتك دي اي حاجه تانية، لو كان الفيكتور ده غير اكس اي مرك اي فيكتور تاني لابد ان يساوي صفر، احنا فرضين هو لازم يكونوا اورثو نورمال اورثوجونال على بعض. اوكي، ده الايكويشن دي مهمه جدا لان هيستخدمها في الكابلدمو ثيري عشان نحسب الاورثوجوناليتي. تمام. وبالتالي لو انت عايز ده الشكل العام للفورمولا بتاعتك، تكامل بتاع اي ام دوت اي ان كونجكت لابد يساوي 2 اوميجا ميو على الجذر بيتا ام بيتا ان مضروب في الدلتا ام ان، دلتا ام ممكن تكون 1 او 0 وتبقى الرقم بتاعك عامل ازاي. تعال نشوف حاجه كده انا كنت يعني نوضحها اكتر، يعني ازاي المود ممكن تكون بتساوي صفر، يعني ما اعمل تكامل صفر. تعال ناخد مثلا المود الاولاني اللي هو الفاندمنتال مود اهو بالشكل ده، خلينا في الرسمه دي. لو انت عندك المود بتاعك بتكامله، ادي المود اهو الفاندمنتال، بتضربه في نفسه الكونجكت بتاعه بتاخد ريال بارت وبتكامل، فده حاصل ضربهم لابد ان يطلع لك قيمه رقم صح. طيب لو انت خدت المود الفاندمنتال وليكن مع الفيرست اوردر، الفيرست اوردر بشكله عامل كده تمام، فالجزء ده موجب هتضرب مع الجزء ده جزء موجب هيطلع لك رقم موجب، الجزء ده سالب او نيجاتيف يعني مع الجزء ده هيطلع لك حاجه نيجاتيف، لما تجمعوا الاثنين مع بعض هو نفس الحاجه لكن باشاره مختلفه فلابد انها تساوي صفر. فده فيجواليزيشن بس للحاجه الحين، وحتى انت ممكن تعملها هنشوفها دلوقتي لما نحسب الكابل ديموثيري لابد انها تطلع عندك القيم زي ما احنا بنتكلم كده. ده الاسباب بتاع الاورثو نورماليتي باستخدام لورانس ريسبروسيتي.